ساعة ونص ففجأة يعني قلت انا مانيش باش نقعد نبي لو واحد سلاح على اساس بنهرب ونروح. ففجأة يعني تفاجأت اني انا نصبت في ثلاثة اصابات ما عادش قدرت نتحرك. قعدت لابد في مكان شيل نتاع بنزين قعدت فيه. لعند ثاني يوم منين جوني التوار طلعت سلمت لهم نفسي ومن هذيك اللحظة تأثرت طبعا. تأثرت قعدنا فترة كي والمعامله والله عاملوني كويس وعالجوني رفعوني المستشفى وعالجوني ورفعوني المركز الزروق قعدنا فيه حوالي 17 يوم بالضبط. وبعد 17 يوم جابونا للسجن هذا يعني. طبعا عدد الأسرى أصبح حوالي في هذا السجن 350 أسير العدد الموجود لدي حاليا. انقطعت 23 14 رجع فيه خص الطلقه كيف تفجر مرتين اطلاقه 24 و 23 قالوا لي 23